هناك شخوص يحفرون في وجدان الوطن وفي الذاكرة وفي الفؤاد، ما أن تذكر اسمه إلا ويستحضر الذهن معاني تتعلق بالصبر والعزيمة والإخلاص. الشهيد عبد المنعم رياض، المولود سنة 1919. هذه السنة التي شهدت ثورة الشعب على الاحتلال لم تغب عن عينيه صورة المحارب الماسك بسلاحه المؤمن بالتضحية من أجل الوطن. التحق بالكلية الحربية، تخرج عام 1936 رغم عدم تجاوزه السن القانونية للقبول بالكلية الحربية. كان له دور أصيل في إتمام صفقة الأسلحة بين مصر والاتحاد السوفيتي عام 1956، ما دفع القيادة السياسية لترقيته لرتبة أمير لاي، ثم لقب بالجنرال الذهبي. وحصل على هذا اللقب أثناء تلقيه دورة دراسية عليا بأكاديمية فرونزا العسكرية بموسكو، بعد أن اجتازها بتفوق وكان الأول على دفعته. سجل بطولاته يستمر، فرأس أركان حرب أول قيادة عسكرية عربية موحدة قبل أيام قليلة من نكسة عام 1967. استدعته القاهرة ليتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 11 من يونيو من العام نفسه. وقف الجنرال بين أبنائه، استعار خوذة ومنظارا وقفز بضع قفزات أوصلته للجانب الثاني من شاطئ القناة. اتخذ لنفسه ساترا، أخذ يراقب بقية دشم العدو إيذانا بتدميرها. ما هي إلا دقائق حتى انهالت دانات مدفعية العدو على موقع تمركز الجنرال الذهبي، إلا أنه ظل واقفا ثابتا يصدر أوامره لجنوده، إلا أن إحدى دانات العدو انطلقت شظاياها تجاه رياض لتستقر في قلبه، ليستشهد في ظهر 9 مارس عام 69. الجنرال الذهبي، الشهيد عبد المنعم رياض، من مصر، محمد عبد العال.